هذا الحطب جاف ونحن نجمعه منذ آذار، وبسبب أزمة الطاقة قررنا هذا العام قطع الأشجار وتوفير الحطب للعائلات التي تحتاجه في مدينتنا. Και τα προσφέρουμε στις οικογένειες της πόλης μας. Γιατί είναι η εποχή που έχουμε ανάγκη. هذه هي فترة الحاجة. إنه شكل من أشكال إعادة التدوير. رغم إدراكنا أن الدخان يمكن أن يسبب الأضرار، لكن هذا العام له ما يبرره. Άλλα χρόνια θα δούμε. إنها سنة صعبة للغاية. اقترحوا في السنوات السابقة أن نتحول إلى الغاز، ونحن الآن نشعر بالخيبة. ورقة ما تيجي.